احنا متفقين انه كل واحد فينا ربنا بيحط فيه موهبة ما. في ناس بتعرف تغني او ترنم، في ناس بتحب قوي الموسيقى فتحس انه من الاول كده ودنها شوية موسيقية، فتكتشف انه في حاجة جواها بتقولها تعلمي مثلا موسيقى. في ناس بتحب تمسك قلم رصاص وتشخبط، تمسك الوان وتلون، فنلاقي ان موهبه الرسم بقت عندها كبيره شويه. في ناس بتعرف تكتب، ممكن يبقى الموهبه اللي عندهم دي مش بس انهم يكتبوا قصايد، ولكن ممكن مثلا يبقى بيشتغلوا مثلا في الصحافه، يشتغلوا في حاجه ليها علاقه بالتاليف، يشتغلوا في حاجه ليها علاقه بالكتابه، ايا كان. مواهب كتير جدا طبعا انا مش هقدر احصرها دلوقتي كلها، ولكن كتابه الشعر موهبه كانت معانا على مدار حلقات صباح النور كلها، اكتر من موهبه شعريه، اكتر من قصيده سمعناها وشفنا قد ايه انه في روح وفي رساله بتخرج من كل شخص بيكتب القصيده بتاعته، في حاله بتعبر عن اللي هو كاتبه. علشان كده كنا بنهتم طول الوقت انه يبقى موجود معانا علشان يوصل لنا هو عايز يعمل ايه وعمل ايه علشان يكبر موهبته دي. احنا النهارده معانا موهبتين، الاثنين بيكتبوا قصايد في مجالات مختلفة وبطرق يمكن هنعرفها منهم هما شخصيا. خلونا نرحب بضيوفنا. معانا اسحاق مختار شاعر. ازيك اسحاق؟ نورنا. بنورك. ومعانا كمان كرولوس عادل شاعر. اخبارك ايه؟ منورنا النهارده. ربنا يخليك. هبدا مع اسحاق. قولي كده يا اسحاق، الموضوع بدا معاك ازاي؟ اكتشفت ازاي ان عندك موهبه كتابه الشعر؟ هو سلسل الموضوع بدأ معايا مع تفاعله مع الأحداث، يعني تمام. أنا حاولت أطلع إحساسي، في ناس بتطلع إحساسها بالبكاء، بتطلع إحساسها إن هي تتكلم مع حد، أنا حاولت أعمل ده كله ما نفعش، فلقيتني بكتب. أول ما كتبت استريحت، فبس فحسيت إن أنا برتاح لما بكتب. في ناس بترتاح لما بتعمل حاجات تانية، أنا برتاح لما بكتب. يعني موضوع بدأ معاك قريب مثلا؟ لا أنا بادئ من 2014، يعني حوالي 4 سنين. أربع سنين وأنا بكتب بس. فانا حاولت كده اطور من نفسي، قريت كتير وسمعت كتير لشعراء كتير، وابتديت انمي كده موهبتي مع مرور الوقت لحد ما وصلت. حلو. انت في رابعه تجاره انجليزي؟ في رابعه تجاره انجليزي جامعه اسيوط. جميل. طيب كتابه الشعر بقى دي ما بتاثرش على دراستك؟ بتخليك مركز شويه في دراستك ولا الموضوع شويه بياخدك من الدراسه؟ لا في الحقيقه بياثر طبعا، بياثر وخصوصا لما ببقى عايش الحاله وببقى متاثر بالحدث. يعني أنا ساعات بقفل الكتاب وبكتب، بقفل الباب قبل ذاكر وبقفل الكتاب وبكتب. تمام. لأنه طبعا ده بياخد وقت كبير مني، وبياخد تركيز، وبياخد إحساس كمان، فطبعا بيأثر على الدراسة. تمام. طيب كرولس، تقول لنا بقى الموضوع بدأ معاك برضو إزاي؟ حسيت إزاي إن عندك موهبة كتابة الشعر دي؟ حد شجعك مثلا على إنك تكمل في الطريق ده؟ اشرح لنا كده إيه اللي حصل. أنا بدأت من 4 سنين، هي والدتي توفت من 4 سنين، فهي بعد ما توفت أنا يعني جات لي زي حالة نفسية. فكنت بحاول اطلع اللي جوايا ان انا اكتبه، فبدات بقى اكتب لماما وكده، فبدا معايا الموضوع بكده. كنت بعرضه على اختي، وكانت اختي اكتر واحده بتشجعني ان انا اكمل في كده. حلو. طيب انت في كليه اداب دمنهور؟ تمام. تمام كده؟ تمام. وكمان في اكليريكيه؟ تمام. قول لي برضو، انا هسالك نفس السؤال بتاع اسحاق، الموضوع بيأثر عليك في حاجه ولا انت بتعرف تفصل ما بين الموهبه اللي عندك علشان برضو تنمو في طريقها صح، ودراستك علشان تكمل برضو في الحاجه اللي نفسك تبقى عليها؟ لا هو مش مأثر معايا خالص، يعني دراستي في ناحيه والشعر في ناحيه. مثلا وقت ما بحب اكتب بيبقى مفيش مذاكره، وقت ما بذاكر يبقى مفيش شعر. مش الاثنين مع بعض. جميل. طيب انا هبدا باسحاق. سمعنا اول قصيده، اول قصيده سمعها لنا اسمها يسوع. يسوع مش كده؟ قول لنا كده الاول ظروف القصيده وبعدين نسمعها هي. ظروف القصيده ان انا حسيت ان انا مش عامل حاجه لربنا. هي قصيده مش طويله بس انا حسيت ان انا لازم اعمل حاجه. يعني انا كاتبها من وقت قريب جدا تمام، بس انا حسيت ان انا لازم اكتب ليسوع لان انا ما كتبتلوش. ما كتبتلوش بما يكفي، ومهما طبعا اكتب مش هيكفي، فانا قلت اكتب حاجه كده بسيطه عنه واسمعها لك النهارده. طيب نسمعها. ممكن بس تديله المايك يا كرولوس؟ اتفضل. شكرا. طيب. يسوع كان يجول يصنع خيرا، تعشقه كل الأشياء، الأشجار والأزهار والأنهار بكل ما تحويه من ماء، الأحياء تعيش في أرض وسماء. فمهما يا رب جالوا عليك أنا هفضل جنبك، مهما يا رب جالوا عليك أنا هفضل جنبك،
قالوا عليك إنك إنسان أنا هفضل جنبك، قالوا عليك إنك شيطان أنا هفضل جنبك، قالوا عليك إنك كذاب وإن الموت والفدا والصلب ده وهم سراب أنا هفضل جنبك، بحق المية وحق الدم اللي سال ونزل من جنبك أنا مش هسيبك وهفضل جنبك. جميل جميل. كرولوس هتسمعنا إيه؟ سمع حاجة كتبها الماما اسمها يا ست الكل. نديله برضو المايك. يا ست الكل وحشتيني، أتمنى يكون الوقت كافي وتسمعيني، شايل حمل فوق كتافي وعايزك أنت تصبريني. طب صحيح شفتي شكلي؟ شفتي شكلي تقريبا بيقولوا شبهك وفيا جدا من ملامحك، بس طبعا انت اجمل والجميل علشان جميل بيروح ويرحل. مش بعكسك بس وحشني كلامي عنك. طب كده ينفع يا امي؟ كده ينفع يا امي؟ خدني يا ستي الوقت منك ونسيتيني اني جايلك، جاي اقولك عامله ايه الحياه بدونك، لسه يومي ناقص روحك، كل حاجه ناقصها امي، كل حاجه ناقصها انت. طب بقولك شايفه ابنك كل يوم عمال بيكبر والارزاق حواليه بتكتر تقريبا بسبب دعاكي وظهرك علشاني وبكاكي، بس مهما شافوني بكبر وقالوا عني اني راجل، لسه انا عايل بدونك، لسه حضنك عني راحل. يا امي يا ريت العمر بيا يرجع، كنت هبقى ليكي ودان بتسمع، ما كنتش هتاخر عليكي، ولما ارجع هبوس ايديكي واحترم واسمع كلامك وهلبس طبعا تقيل عشانك. طب بقولك فاكره يا امي؟ فاكره اما كنت تخافي عليا في عز تعبك تداري عن عينيا؟ فاكره اما كنت اتعصب عليكي وما حسيتش في ليله باللي فيكي؟ طب هتصدقيني اني شايفك؟ ايوه شايفك وانت حضناني في يوم ما رجعتلك خايف ومش شايف سواك انت. يا امي خدنا الكلام والوقت ونسيتيني اني جاي دلوقت اشكرك واعتذر لك. صحيح انا متشكر جدا ليكي وبشكر افضل معاليكي. منك يا واد يا فاشل، جاي تكوني بكلمتين لسه عامل لي فيها شاعر وشاغل نفسك بالحنين؟ قول يا واد لسه فيك داء السذاجه؟ اوعى يا واد تكون شربت حاجه. اشرب ايه؟ ده انا لسه طبعا حافظ كلامك، ولسه يا امي لحد هذا الوقت فاكر حنانك. قالوا ابويا عاوز يا ستي اني اتجوز واحده زيك. طب هو في يا امي يعني حد زيك؟ هو في يا امي يعني حد شبهك؟ وبصراحه يا امي يعني انا جاي عكسك، جاي اقولك البنات حواليا حلوه بس طبعا انت احلى، البنات حواليا تحلى وانت زي ما انت احلى. جميل جميل. يعني حسها عباره عن مشاعر وكلام نتيجه انه انت زي ما قلت لنا ظروف القصيده دي انه ظروف سفر والدتك للسماء، ويعني فهي عباره عن مشاعر. فانا طبعا بحييك على القصيده دي، طبعا بحيي اسحاق طبعا على القصيده الحلوه ليسوع. خلوني كده بقى اسالكم مره تانية كده، انتوا عايزين تعملوا ايه قدام شويه قبل ما نسمع طبعا قصيده لكل واحد فيكم تاني؟ اسحاق عايز تعمل ايه قدام شويه؟ انا عايز اوصل للناس، عايز انتشر، عايز اعمل ديوان، انا عايز الناس تسمعنا اكتر، عايز لما اموت يقول له كان في حد اسمه اسحاق كان بيقول حاجه. طب عملت ايه عشان توصل للناس؟ انا قلت طبعا في حفلات كتيره، تمام. تبع الكنيسه عندك يعني؟ تبع الكنيسه عندك؟ تبع الكنيسه، تمام. ويعني وقابلت ناس وسجلت وعملت يعني بنشر كده على صفحه على الفيس، بس طبعا ده كله مش كافي. هو انا عايز اعمل كتاب، انا عامل قصايد كتيره جدا بس مش لاقي حد يساعدني بصراحه. انا مش لاقي دار نشر، مش عارف اوصل. ليه مش عارف توصل؟ انا عارفه انه في اكتر من دار نشر بتاخد او بتشوف بتقابل الشعراء او بتسمع القصائد بتاعتهم بتقراها بيدرسوا الموضوع. فهل انت حاولت تروح مثلا لدار نشر معينه؟ لا انا ما حاولتش. يمكن عشان مش بحاول، لان برضو الدراسه واخده جزء من وقتي، فانا يعني انا مشغول بالدراسه الى حد ما. ما احنا كنا في الاجازه. لا مش هينفع سالي. ليه مش هينفع برضو في الاجازه؟ ما انا ما حاولتش بصراحه، ما حاولتش ان انا اعمل كده. طب دي نقطه، يعني انا بحييك طبعا على انك عرفت ان انت عندك موهبه وكل حاجه، بس انت برضو لازم تخطو الخطوه
علشان لما تيجي تقول انا ما لقيتش حد يساعدني يبقى انت فعلا جربت والمفروض ابقى وسعيت. بالظبط، والمفروض انا عليا دور المفروض اعمله. أيوة بس بالزبط. انا فعلا انا مش باخد يعني انا مش سريع في التصرف بصراحه. مش ده انت اتاخرت يا سحاد، بقالك 4 سنين. اعمل ايه انا 4 سنين بكتب بس. أيوة. انما عشان اعمل ديوان ده عايزه برضو وقت اكبر. طيب نتمنى يعني لما نقابلك المره الجايه تبقى عرفت توصل لحد وتقول لنا انه انا جربت 1 و2 و3، في حاجه نجحت في حاجه ما نجحتش. ونتمنى طبعا انه الناس اللي مهتمين بالشعر واللي بيسمعونا بيشوفونا يعني يوصلوا ليكوا كده ويحاولوا يعملوا لكم حاجه ان شاء الله. استاذ سالو قريب ان شاء الله. كلوس عايز تعمل ايه؟ انا نفسي اعمل ديوان بس ان شاء الله مش هاخد الخطوه دي غير لما اوصل لحاجه معينه، ليفل معين مثلا. اللي هو ايه مثلا؟ اللي هو مثلا يكون عندي قصائد دينيه اكتر، حابب ان انا اوصل رساله ربنا اكتر. هو انت لغايه دلوقتي كل القصائد اللي كتبتها في انهي مجال؟ لا في كل المجالات، كاتب ديني وكاتب رومانسي وكاتب كذا حاجه. بس انت عايز تبقى الديني عندك ديني أكتر. هو اللي واخد الحيز الاكبر من قصايدك اللي انت كاتبها. صح كده؟ انت كتبت كام قصيده؟ انا كاتب حوالي 50 مثلا. 50 وسحاق؟ طبعا اكتر من 50. انتوا تقريبا نفس عدد السنين اللي بداتوا فيها الشعر مش كده؟ يعني اسحاق 4 سنين وكرولوس 4 سنين تقريبا. مش كده؟ جميل. طيب هسمع قصيده من كل واحد فيكم تاني. اسحاق هتسمعنا قصيده ايه؟ على كل لون. مصر. مصر دي وطنيه طبعا طبعا. ما اقدرش انسى مصر. والمايك ما اقدرش انسى مصر. ماشي. على كل لون. سالت مصر مره سؤال، ازاي كلنا عايشين فيك؟ ازاي سيعانا وشيلانا واحنا ازاي مش عالى عليك؟ فيك الظالم والمظلوم، فيك يا بلد على كل شكل، ناس بتقضى عشاها في النوم وناس بتناموا في ايدها الاكل، ناس بتركب عربيات وناس بتمسح عربيات، ناس من كتر الفرح بتبكي وناس فرحها مخلوط بعياط، ناس غلابه مهمشين وناس ديابه ومسعورين، ناس أمينة وإيدها طهرة وناس مغيبة مأجورين، ناس بتشجى وناس بتتعب وناس تعالب نصابين، ناس جرمها بس إن اتولدت، جرمها بس إن اتولدت، وناس تانية اتولدوا مجرمين، ناس سايرين وبيهتفوا ارحل وناس ترحل من غير ما تصور، وناس عمرها ما تشوف الزحمة وناس عمرها بيضح في طابور، ناس بيخاف الهم يجيها وناس همها مش قادرة تشيله، وناس حلمها بينادى عليها وناس بتشوف الحلم قصتها بعينيها ومش عارفة تجيل، ناس يدخلوا بزنس وتجارة ويعملوا في اليوم يجي 100 ديل، وناس تانيين سرحين في إشارة وفي عرض 8 كيس مناديل. رد عليا يا بلد وقولي إزاي شايلة ده كله وساكتة؟ إزاي بعد اللي حصل فيكي لسه مكانك واقفة وثابتة؟ جت يناير بعدها يونيو وربيع عربي قلب بخريف، شعبك ثاير فاض من ظلمه، فاض من التهديد والتخويف، ودبابة في مزبيره بتدعك على جسمنا وتعجن فينا، ودبابة تانية تموت على صدرك تروي بدمها رملة سينا، مسرح كوميدي لمدة عام وصابع خاينة وعميلة، ساجوا التمثيل على الأفلام على ناس جهلة ما عندها حيلة، وحزام ناس في يضرب جيشك وكنايس يكسيها الدم، فكروا سيفهم يغلب سيفك، مش عارفين انك من صغرك عمرك مرة ما كسرك هم، يا أبية يا طهرة يا نقية يا خضرة وطرحة جناين واسعة، شايلان في بطنك طول عمري أحن وأغلى من أم عليا اللي بترميني من بعد 9، ربنا يحميك لينا يا بلادي وتفضلي دايما أم الكون، اتغربنا سنين والعادي ملجينا زيك حضن أصيل، حضن لممنا على كل لون. برافو، حلوة جدا 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 جدا، و بتوصل رسالة وكلام الشباب اللي طول الوقت بيتكلموا بنفس الطريقة أو بيتكلموا في نفس المفهوم، إنه في داخل البلد يمين وشمال وفي ناس شكلها مختلف، طبعها مختلف، حياتها شكلها مختلف، وفي الآخر بنفضل نسأل نفسنا فعلا هي إزاي بقى فيها على كل لون، إزاي بتحضن. أيوة. حض مصر واسع جدا طبعا. بالظبط. انا بشكرك طبعا على القصيده الهايله دي. وفعلا يعني انا لمستني انا شخصيا، فشكرا جدا يا اسحاق. ربنا يخليك. كرولوس هتسمعنا ايه؟ قصيده اسمها بكره لوحدك تفهم يا ابني. تمام. دي دينية. تمام. لست تعلم انت الان ما انا اصنع، ولكنك لكنك ستفهم فيما بعد. قريتها زمان في الانجيل لكن عديتها وما فهمتش.
حسيت وقتها موضوعها طويل، بعدت ساعتها ما قربتش، ودخلت في قصة حب كبيرة مع بنت بسيطة وحلوة جميلة، كانت دايما بتحاول تقربني من الرب يسوع، لكن أول ما بتبعد كان إبليس يعمل لي رجوع، لحد ما جه وقت الصدمة ولقيت إنها بعدت فجأة، فبدأت أبكي وأشكي وأحكي وأندم وأطلب من الرب يرجعها، لكن كنت أنا بتفاجئ إنه بيسمعني وما يردش، فبدأت أتخانق وأبكيله، أرجوك فهمني، أرجوك ارشدني. كان كل اللي يقوله ساعتها بكرة لوحدك تفهم يا ابني. ولما دخلت الثانوية ذاكرت كتير فعلا وتعبت، دروس وسهر، إرهاق وسفر، لكن بعد اللي عملته جيت يوم نتيجتي واتفاجئت، لقيتني جايب مجموع مش فاكر كام في المية، لكن كل اللي أنا فاكره إني يدوب هلحق كلية وهكمل في حاجة أنا كارهها. فبدأت أعاتبه في لحظتها، طب ده أنت يا رب عارف يعني، بسهري وإرهاقي وتعبي يرضيك إن ابنك وحبيبك يقولوا عليا إن أنا لعبي؟ رد عليا برد زمان، بكرة لوحدك تفهم يا ابني. فات بعدها سنين وسنين لحد ما جالي تليفون من صاحبي، قال لي ساعتها كده بالحرف، فاكر اللي انت حبيتها زمان؟ ايوه خير، افرح يا ابني هدخل الدير، وانت كمان ربنا بيكافئك، جالي كلام ان انت الاول على الدفعه وهتبقى يا صاحبي كمان دكتور، وكل الشعر اللي انت كتبته كله بيتكلم عنه بقاله شهور. تقريبا كده يعني يا صاحبي بكره هشوفك شاعر مشهور. فجريت في ساعتها على يسوعي والفرحة كانت مالية دموعي. أول ما لمحني قصاده قال لي شايف بقى تعويضي؟ فاكر يا ابني زمان الوعد؟ لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. جميل جميل، حلوة جدا، وبرضو مليانة رسائل ومليانة كلام حابب أنك تبعته لناس، وحابب أنه أنت تطلع كمان من جواك حالة معينة وقناعة معينة طلعت في الكلام اللي في القصيدة بتاعتك. طيب أنا عايزة كده قبل ما نسمع القصيدة الثالثة من كل واحد فيكم، عايزاكم تقولوا لي علشان تعرفوا تكتبوا قصايد كويسة، وعلشان تعرفوا تكتبوا اصلا ويبقى عندكم كده دماغكم طول الوقت شغاله وقلمكم شغال طول الوقت، المفروض انتوا تبقوا عندكم ثقافه عشان يبقى عندكم شويه مصطلحات زياده شويه. بتاخدوا ثقافتكم منين؟ بتعملوا ايه؟ بتحاولوا مثلا تقروا، بتسمعوا شعراء تانيين مثلا بتحبوهم في بيعملوا حاجه شبه اللي انتوا بتحبوا تكتبوها بطريقه شبه اللي انتوا بتكتبوا بيها؟ فقولوا لنا كده ثقافتكم بره الشعر وجوه الشعر. هو بره الشعر طبعا، خلينا جوه الشعر ولا بره الشعر الاول؟ بره الشعر لازم تكون ملم بالاحداث الاقتصاديه اللي بتحصل، الاحداث السياسيه، لانك عشان تكتب لازم تبقى عارف اللي بيحصل بالظبط عشان ما تكتبش حاجه غلط او تقول كلام مش صحيح. جوه الشعر طبعا لازم تكون بتقرا، تقرا كتير، تقرا للشعراء الكبار طبعا. اقول اسماء ولا؟ عادي طبعا. تمام طبعا، الابنودي اول حاجه، التوب تمام، عند هشام الجخ تمام، احمد فؤاد نجم طبعا، ناس كتيره جدا. تسمع برضو انا بسمع عن نفسي لعمرو حسن وعبد الله حسن وهشام الجخ، بس ما بجاش بسمع لحد لشخص معين او شخص واحد عشان ما تاثرش بيه، عشان ما تاثرش بيه طبعا، عشان ما يبقاش اسلوبي زي اسلوبه. فلازم تكون بتسمع لكذا حد، يعني تبقى ملم فعلا زي ما حضرتك قلتي، لما بتسمع للناس اكتر بتكسب الفاظ اكتر وتعبيرات اكتر. تمام، فانت طبعا لازم تكون ملم بثقافات وكمان ثقافات المجتمع ككل، لان انت ممكن تكتب حاجه عامه تضم كل المجتمعات، فانت لازم تكون ملم برضو ببعض الثقافات التانية. تمام، ويعني تقرا وتشتغل على نفسك. بس كرولوس برضو لازم الواحد يكون متابع الاحداث اول باول، بحيث ان هو يكتب اول باول عن كل حاجه، يقرا اكتر. القرايه هي اكتر حاجه بتفيد، والسمع، يعني انا بحب اسمع مثلا عمرو حسن، هشام الجخ برضو، قدوتي البابا شنودة، بحب اسمع مينا مجدي، الناس دي برضو في بيجي منها استفاده كبيره. جميل. بتقرا مثلا روايات؟ بتقرا حاجه؟ بتقرا كتب في اي حاجه يعني؟ القرايه حتى لو ما سمعتش حاجه، لو بره الشعر، القرايه في حد ذاتها، في ناس ما بتحبش تقرا يعني، ده مش حاجه تقلل الشخص ده، لكن انا عايز اعرف انت بتعمل ايه. انا بحب اقرا روايات، يعني بيجي منها الشعر، ممكن مثلا
اشوف مشهد خيالي مثلا في الروايه ممكن اكتب عنه قصيده. برضو ممكن اكتب مشاهد يعني غير الشعر، بكتب مشاهد برضو. جميل. مشاهد تمثيليه يعني؟ اه مشاهد تمثيليه. اه جميل. طيب عايزه كده اسمع قصيده بقى ثالثه من كل واحد فيكم قبل ما الوقت يخلص. اسحاق اتفضل. ماشي، احنا ممكن نقول قصيده لبابا تدرس. تمام. اقول لحضرتك جو القصيده، هي قصيده قصيره خالص طبعا، بس هي جو القصيده انا لسه كاتبها عشان الاحداث اللي حصلت من شهر تقريبا، ما كملناش شهر اصلا. احداث الدير يعني؟ احداث الدير طبعا. يعني هي ضم الاحداث دي، بس انا لو اتكلم على بابا تدرس مش هخلص. تمام. لان في حاجات كتيره، هو اكتر حد تحمل يعني مصاعب بصراحه، بس انا حبيت اوجه له رساله في الايام دي بس بالخصوص. اقول له همومك تجلت انا عارف، همومك تجلت انا عارف، لكن ربك كبير شايف، واكيد شايل معاك في الشيل، يضل خفيف وهمه تجيل، كم خبر على حدوته ورا بعضه مفيش تفسير، تنام تصحى على موته، الحق فيه دعشه في الدير، ولادك خلاص كانوا هيروحوا في محاولة خسيسة للتفجير، وموت ملاك طاهر في المنيا، تعال بسرعة صلى عليه، كم حادثة تجر التانية، ومن شايفه وحاسس بيه، حتى ولاده مش سنده، حتى ولاده مش سنده، ومين سنده وخد بإيديه، اوعوا يغرك وسكوته، ده ساكت بس قلبه بيبكي، مش لازم تسمعوا صوته، مش لازم يشكي أو يحكي، عالم ربه بهمومه وقادر يشفي جرحه النازف، وطول ما كنيستي دي في يده أنا مش قلقان ولا خايف. جميل جميل. كرولوس هتسمعنا ايه؟ انا هقول حاجه اسمها كونوا مستعدين، دينيه برضو. كنت داخل بيها المهرجان السنه دي وجابت مركز اول. حلو جدا. اديني يا رب اني اكون مسنود عليك، وان يوم الشر قرب خبيني بين ايديك، جاي لك عشمي فيك ترجعني تاني ليك، ما انت عارف شاب طايش عاش حياته في وسط مال، ولما حس الحزن قرب جه قدام صورتك وقال، قلبي زي عذرة جهلة معرفش يستعد ليك، معرفش يسند نفسه بيك، علمني يا رب أعمل له قيمة، علمني أكون عذراء حكيمة، خليني مثلا زي يوسف، لو يجيني الشر مرة أهرب منه بسرعة برة، علم روحي تبقى جرة شايلة مية حب ليك، فاكرة دايما وعدي ليك، وعدي يا رب بإن أجيلك وأتكلم من قلبي معاك، أسهر وأقرا في إنجيلك واتعلم طبعا من وصاياك، وارجع تاني في قلبك نستك، ما انا واثق، ما انا واثق تقبلني بطبتك، ما انا يا ما ابويا كنت انا ببعد وانت بحضنك كنت تقرب، كنت انا دايما احب اجرب، ولما بحس ان انا غلطان برجع تاني بسرعه لحضنك فبحس امان. بص يا رب كل منايا منك يا رجايا، كل منايا منك يا رجايا، لما تحس بان انا هبعد فكرني بايه قريتها زمان، اسهروا إذن لأنكم لا تعرفون الوقت ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. جميل. الطبيعي أنه لما بتكتبوا، هسألكم كده سؤال أخير، الطبيعي لما بتكتبوا قصيدة بتبقى هي بتعبر عن حالة معينة، وده اللي أنا حسناه سواء قصيدة الأولى اللي سمعتها لنا أو التانية أو التالتة، وإسحاق برضو نفس الكلام. أنا عايزة أسأل السؤال بالعكس، لما بتكتبوا القصيدة بتأثر في حياتكم أنتوا بقى في إيه؟ هل مثلا بتغيركم للأحسن، ولا بتوديكم في حتة تانية من خلال الكلام اللي بتكتبوه واللي بعد ما بتخلصوا بتقروه فبتلاقيها لمست حاجة فيكم معينة بتضطروا انكم تغيروا حياتكم نتيجه اللي انتم كاتبينه؟ طبعا انا اقول لحضرتك يعني قصيده زي قصيده يسوع دي انا كتبتها اثرت فيا انا شخصيا، انا اللي كاتبها اثرت فيا. تمام. فانا برضو يعني انا قلت يعني انا بقول فيها مهما يا رب قالوا عليك انا هفضل جنبك. فعلا انا كنت بسمع حاجات قبل كده، كنت بسمع اللي بيتقال يبتدي من يتزعزع، فبعد ما كتبتها خلاص مهما يا رب قالوا عليك انا هفضل جنبك، اتغيرت، مهما يا رب قالوا عليك انا هفضل جنبك مش هسيبك. القصيده اثرت فيا، خلت إيماني يثبت شوية، يعني مهما يا رب قالوا عليك مش هسيبك خلاص. يعني فعلا هي القصيدة دي أثرت فيا أكتر. أيوة. ما أنا كتبتها يعني أنا كنت عايش الحالة ماشي، بس هي بعد ما كتبتها أثرت فيا أكتر. ده اللي بسأل فيه. تمام. طيب وكرولوس؟ القصيدة برضو بتاعت بكرة لوحدك تفهم يا ابني، القصيدة دي يعني هي أكتر قصيدة علمتني الرضا. صح. إن أنا برضه بكل حاجة، كل ما أحس إن أنا هتذمر على حاجة بقرا القصيدة دي تاني، يعني أنا حافظها وبحاول أقراها تاني بحيث إن أنا أتعلم الرضا أكتر. جميل. من القصيدة دي. انتوا نورتوني النهاردة وشرفتوني، اتبسطنا بيكو.
عايز تقول حاجة؟ طبعا اوجه رسالة للأستاذ إيهاب صبحي طبعا، لانه وقف معايا وقفة كويسة جدا، وانا بصراحة يعني انا كسبت اخ أستاذ إيهاب صبحي، انا لسه متعرف عليه من فترة قريبة، انسان بمعنى الكلمة، فانا بوجه له الشكر والتحية. يعني بشكرك، ويا رب إيهاب يسمعنا، ولو حتى ما كانش شايفنا النهارده انا هقول له الرساله بتاعتك يا اسحاق، ده وعد مني. ربنا يخليك، وبشكرك جدا على وجودك معايا، بشكرك جدا يا كرولوس على وجودكم، ونتمنى الفتره الجايه نسمع عنكم خير اكتر، وان شاء الله تعملوا الدواوين اللي انتم عايزين تعملوها وتكبروا اساميكم وتتعرف اكتر. فبشكركم مره ثانيه انكم كنتوا موجودين معانا النهارده. كان معانا اسحاق مختار شاعر، شكرا جدا يا اسحاق، وكان معانا كرولوس عادل شاعر، بشكرك جدا يا كرولوس. مشاهدينا هنخرج معاكم لفاصل، بعد الفاصل هنتكلم عن وضع بيحصل في البلد الفترة دي، أو حاجة بتحصل في البلد الفترة دي، هي التحرش الزايد اللي بيحاول، أو الشخص اللي بيحاول أن ياخد حق مش حقه، في حركة اسمها حركة ضد التحرش، لازم نتكلم فيها، لازم نعرف الخطوات والمفروض أن احنا نمشي في خطواتنا دي إزاي علشان نوقف وضع بيحصل مش مرضي تماما لأي شخص. فخلونا نتكلم في القضية دي وفي القصة دي وفي الملف ده، ولكن بعد الفاصل.